يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاته مع رؤساء الكتل في ائتلافه الحكومي للتوصل إلى صيغة ملائمة بعد استقالة وزير الأمن فيكتور ليبرمان من الحكومة. وقال وزير المالية موشي كحلون رئيس حزب كولانو إن السبيل الوحيد هو إجراء انتخابات مبكرة. على أثر استقالة فيكتور ليبرمان من وزارة الأمن الإسرائيلية بعد التصعيد الأخير مع حركة حماس في قطاع غزة، تولت التصريحات من مختلف الكتل البرلمانية التي رأتها فرصة سانحة لمناكفة ليبرمان ونتنياهو لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية. الزعزعة التي قد تتركها استقالة ليبرمان في ائتلاف نتنياهو من المنتظر أن تعيد الحسابات والاصطفافات على الخارطة السياسية الإسرائيلية قريبا، وسط دعوات بعض رؤساء الأحزاب للذهاب لانتخابات مبكرة ودعوات البعض الآخر للحصول على ملف الأمن كشرط للبقاء في الائتلاف الحالي. توجهت لرئيس الحكومة بالأمس بطلب أن يكلفني بمنصب وزير الأمن لأجل هدف واحد فقط، أن تعود إسرائيل للفوز. باب التكهنات حول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بات مفتوحا على مصراعيه، في ذات الوقت الذي يحتفظ به رئيس الوزراء نتنياهو بكافة الأوراق بحرص شديد، وسط الإعلان عن إجرائه مشاورات مع باقي شركائه بالائتلاف دون أن يعلن قراره النهائي. استقالة ليبرمان وانخلطت الأوراق أمام نتنياهو وأمام رغبته في البقاء في السلطة وإدارة ملفات الفساد التي تلاحقه من موقع قوة قد تحمل في طياتها مخرجا لرئيس الحكومة الذي يرى بها فرصة سانحة لتعزيز قوته على حساب باقي الائتلاف، في ظل استطلاعات الرأي الأخيرة التي تظهر تفوقه بشكل لافت على باقي منافسيه إن وجدوا.